المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك كابتن محمد حلمي، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. لا انا مش عمليه، انا عمليه بس ان هي يعني هتبقى متاخره، ان انا بعد ده بعد 7 دقائق ولا 8 دقائق اعتقد من الشوط الثاني عملت تغييرين مع بعض، وبعدين التغيير الاخير عملته لان كانت الفرقه ماشيه افضل واحسن، وكنا احنا الاقرب للتعادل، وقلنا لو سجلنا، مش هقول لو سجلنا لكن احنا ما سجلناش، كنا ممكن نسجل بعد كده، لكن ما قدرناش ان احنا نسجل، لكن احنا كنا ممتلكين المباراه. والهجمات المرتده اللي حضرتك بتقولها، اتفرج تاني على الماتش هتلاقي اخطاء من عندنا احنا من نص الملعب. كان كابتن محمد يمكن رغم الاستحواذ بتاع نادي الزمالك كان واضح على مدار الشوط الثاني، لان شفنا باسم نص فعاليته مش موجوده عشان بيلعب لوحده وسط مدافع نادي الاهلي. ثانيا الكرات العرضيه ما شفتلوش اي كوره، في حين ان الزمالك بيمتلك زمام الامور وضغط على النادي الاهلي، كوره واحده عرضيه راحت للنادي الاهلي سجلت الهدف الثاني وخلصت على المباراه. حضرتك يعني علاج العرضيات دي ازاي، وايه سبب ان الفعاليه بتاعت الكرات العرضيه مش واضحه النهارده؟ هو النادي الاهلي والجون الثاني بتاعه جه من كورنر يعني، بس اتلعب متحرك وقدر يستغله، لان كان التمركز عندنا التمركز مش كويس في الكرة دي. ولكن هي دي، انا يعني ما عنديش حاجه ان انا ممكن ان انا ابرر بيها ولا يعني اتكلم فيها، غير ان في النهايه النادي الاهلي كسب ونادي الزمالك خسر 3 نقط. الدوري لسه طويل، الدوري لسه في اعتقد 19 مباراه لينا، فلسه الامل موجود، ولكن مش بالكلام بالفعل. يعني زي ما حضرتك بتقول، العرضيات بالنسبه لنا او احنا ماسكين المباراه الشوط الثاني وان سايد جيم يعتبر، لكن الاخطاء اللي عندنا لان في مساحات عندنا، فلما بنغلط او مش عارفين نسجل هدف بنتجازى، وممكن يجي جون الثاني زي ما حصل كده من خطا من التمركز بتاعنا. اخر سؤال كابتن محمد، بدات النهارده بحسني فتحي كظهير ايمن، رغم ان كل المؤشرات كانت بتقول من البدايه ان حسني فتحي غير قادر على مواجهه الجبهه اليسرى للفريق الاهلي، وبالفعل كان الهدف جه منها يعني. ورغم ان انت كان في كل الاتجاهات في الفتره اللي فاتت حضرتك بتتكلم عن انك بتجهز شوقي السعيد بديل لاسامه ابراهيم، واعتقد ان الجون الثاني برضو جه من الناحيه دي، يعني من بعد شوقي السعيد ما نزل، واعتقد ان برضو النادي الاهلي قدر يسجل. هي العمليه مش عمليه كده خالص، انا اعتقد ان ستالي اصابته بعد ما اوكي كان هو اكد لي والدكتور اكد لي ان هو سليم، عشان كده بدات بيه. كنت النهارده عامل حساب ان انا هبتدي باتنين سترايكر من فراوده وتحتيهم ايمن حفني، ولكن اصابه ستالي المفاجاه قبل المباراه، وعشان كده انا كنت بدات بحسني على اساس ان هو اكثر فعاليه في الناحيه الهجوميه واكثر فعاليه في الكرات العرضيه من شوقي السعيد. واعتقد برضه كان ناصف زي ما هو موجود، لكن اصابه السلي يعني عملت دربكه لينا. خلاص اتفضل لو عايز تتفضل. ده كان المؤتمر الصحفي لكابتن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك.